بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في بطوله الجمال في النسخه العشرين في لقاءات هذه الاولمبيه، في اللقاءات التي تجمع الحوامي في مواجهه فريق الصبح صبايا الذهب، بينما هناك في الجهه الاخرى هناك السد في مواجهه اليونايتد، لقاءين في هذه الامسيه بعدما انتهت المباريات، في المباريات الاولى الذي انتهت بفوز الغريب اللي حقق الانتصار من امام نجوم المستديره بهدف وحيد، بينما هناك انتصار الكواكب بهدفين مقابل هدف من امام الحزم، لكن هذه هي الامور هنا في سهره هذه الامسيه للقاءات ومشاهدها عبر بطولة الجمال في الإثارة والمدية أولى اللقاءات لمصلحة الجانبين، يعني تتحدث عن صبايا الذهب الفريق والحضور الأول والمشاركة الأولى في هذه البطولة، وأيضا مشاركة أولى لمصلحة فريق الحوامي، لنشاهد المتعة والنتيجة هناك في صافرة الأستاذ جعفر اللازيم، بينما في الجهة المقابلة السد واليونايتد في صافرة بقيادة الأستاذ إبراهيم من يعادل من أمام فريق الغريب في المباراة الأولى، وهنا يبحثون اكيد عن الامور والاوراق المؤديه الى الدور القادم، هذه هي الطموحات لمصلحه الجانبين وللوصول الى الدور القادم، والمباراه الاولى هناك الحوامي وصبايا الذهب، اكيد مباراه وظهور اول بحث عن انتصار اول، هي دائما الامور في الانتصار، وفي المباراه الاولى معنويا حسابيا هي تكون لمصلحة الفريق عندما يكون هناك انتصار من ناحية أكيد المعنويات ومن ناحية الحسابات في الوصول إلى الدور القادم، الكرة الأولى والكثيرة اللي عدت إلى خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لدى حارس المرمى علي صبري، هناك انتظار للصافرة ولبداية هذه المباراة، إذا هي البداية وهي الأمور لمصلحة الفالدون على ملعب أبو محمود، السد تعادل أيضا على هذا الملعب، وكان المباراة من أمام الفريق مباراة حضر فيها الهدفين واحد لواحد من كلا الجانبين، ويأتي بالتعادل، هناك فريق اليونايتد اللي حقق الانتصار من أمام نجوم المستديرة بثلاثية مقابل هدف، وكان الانتصار بعد التأثر بالنتيجة وقلب الطاولة من أمام نجوم المستديرة، والانتصار والثلاث النقاط الموجودة في رصيده والباحث عن إضافة نقاط صغيرة عبر هذه المباراة، بينما السد الذي يسعى إلى الانتصار الأول عبر هذه البطولة، وثلاث نقاط راح تكون ثمينة جدا في حال الحصول من أمام اليونايتد، هي مباراة أولى أكيد حسابية معنوية للفريق للظهور الأول في هذه البطولة، يكون لها الطابع الأكبر، يا صبايا ذهب، صبايا ذهب الفريق القادم من أراضي الدمام الذي يبحث أكيد عن الخطوات والوصول إلى الخطوات الأمامية من تحقيق الانتصار وتحقيق الثلاث نقاط، يا رامي يا مجدل، اللعبة في الكرة في المنتصف لكن تخلصت، هذه الكرة تصل لمصلحة صبايا الذهب باللون الأحمر، باللون الأحمر، بينما الحوامي بشعاره الأبيض، وهنا السد في هذه الكرة، وهذه الكرة اللي حضر عليها محمد العزيز إلى خارج أرضية الميدان وإلى ضربة مرمى لمصلحة فريق السد. ضربة المرمى لعبت يسار، استلام موجود عبر هذه الكرة، لعبت في الخلف لمصلحة اليونايتد، لمصلحة اليونايتد، بطولة الجمال ونسخة العشرين، 20 سنة من العطاءات
20 سنة من العمل الكبير عبر هذه البطولة، البطولة الجميلة هنا في مدينة الشمال الرياضية، وبقيادة الأستاذ عباس حياد اللي دائما وأبدا العمل الكبير عبر إنجاح هذا المحفل الخيري الرياضي، وهذه دائما سمة هذه البطولات عندما تحضر بهذه الكفاءات والدعم المتواصل عبر إنجاح هذا العمل، وهي دائما لدى البطولات الموجودة في منطقتنا بالتحديد، هي بطولاتنا كافة. وغالبا يعني عندما نتحدث عن الأعمال الخيرية والمجتمعات، وهناك لأكيد كفالة الأيتام، وهناك للزواج الخيري، وأيضا العمل هناك لبناء الحسينيات المساجد، هذه دائما تكون عبر الرياضة، وعبر الرياضة هو العمل والمشروع الكبير لإنجاح كافة الأمور عبر رياضتنا الحبيبة في منطقتنا الحبيبة. اللعبة في الكرة على الناحية اليسار، الكرة الأرضية، لكن هذه زاحفة وصلت إلى حارس المرمى الصفار، حارس المرمى الصفار، تصل الكرة الرأسية لمصطفى الشاهر، لكن اتخلصت من أمام هذه الكرة، تصل لمصلحة اليونايتد كذلك، لعب الكرة بالخلف لمرتضى، مرتضى لمسيف لفرج، وفرج باتجاه هناك الدفاعات ومحاولة الانتقال إلى النواحي الهجومية والبحث عن صالح راكب الأمام دائما بناء الهجمات وبناء الكرات التي تأتي من الخلف بكرة منظمة، وهذا من يبحث من خلال اليونايتد عبر هذه المباراة، لأن هناك تكسر الدفاعي لمصلحة السد، يعلم أصل صعوبة هذه المباراة، لكن السد يبحث عن الخروج في هذه المباراة إلى الانتصار والثلاث نقاط، وهي دائما الأول للجانبين من ثلاث نقاط من وصول إلى الأهداف، والوصول سالم حسين سالم اللي سجل في المباراة السابقة وكان صاحب هدف العودة لمصلحة اليونايتد وأفضل لاعب في المباراة في مباراة من أمام نجوم المستثمرة، بينما الحوالي وحسين زرع هناك يتحصل على الخطأ في الكرة الماضية، ولمصلحة الحوالي مباراة الصفر لصفر والجانبين حتى الآن، وهذه دائما عملية قياس النفس في كرة القدم وفلسفات المدربين، هي دائما البدايات تكون بدايات الحزم، بدايات القلق، بدايات عدم المغامرة لرؤية الفريق الآخر، وكل فريق يبحث عن الأوراق، المراهنة، يا عوامي هذه كرة من خطر، لكن تدخل في الوقت السريع وإبعاد هذه الكرة، العوامي في كرة مرت من أمامه كانت تسبب المساعد. العميل يتذكر في التوقيت السريع انقاذ الموقف، انا ما تكلمت كرك، انا كنت عدت من امام العوامي، مرت من امام العوامي، ركز يا حبيبي. لكن الكرة الى ركلة ركنية لمصلحة الحوامي، في مباراة يعني شاهدت الخطورة، وشاهدت الكرة الأكثر اللي وصلت إلى فريق صبايا الجهر، يبحثون عن الذهب، وهذه أكيد الرغبة اللي موجودة للفرق المشاركة يا محمد ياسوف، مرور في هذه الكرة، لا زال يحافظ على كورته محمد صيد، يا عيني مر 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 في هذه الكرة، تخلصت من الكرة الآن مرمى في مصلحة الصبايا محمد صيد، والبحث عن الحلول والأكيد الأمور الهجومية لمصلحة الحوام، وعندما تتحدث عن محمد صيد والأرقام الكبيرة لدى هذا اللاعب اللي حقق هداف لجميع البطولات ربما في المنطقة إن لم تخن الذاكرة في كل البطولات اللي شاركها، ونقب في فترة من الفترات محمد صوت، لأنه دائما يعشق الأهداف،
يعشق الاهداف ويعشق السباق والهرج الترابط الكبير ما بين محمد سيد والسباق. وهذه الاستعانه لاملاء الحوامي بخدمات محمد سيد في هذه البطوله لان يكون حلا للامور الهجوميه. لكن نجحت السداويه الجانبيه العميري لعب كرة وصلت لعميري اللي انقذ الموقف في كرة كانت ان تكون بمثابة الهدف الاول لمصلحة صبايا الذهب. اللعبة ثاني عادت هناك للمرتدة لكن الكرة تعود لمصلحة صبايا الذهب. كرة عالية تلعب الى الامام. هذه الكرة ترسل رأسية للعوامي. العوامي يتدخل في المكان الشريف وصلت لحسين زرع لمحمد سهر. محمد سيء الكرة الأمامية لكن تخلصت راحت في المنتصف. رواعي يا رواعي هذه الكرة للمرور وصلت لمصلحة الحوامي. تخلصت هذه الكرة تصل إلى عبد الله اللي لعب له كرة أمامية أمامية استلام موجود لفريق الصف. في كرة الماضية لمصلحة السداويين تعود هناك لمصلحة سبايا الذهب لكن إلى صافرة وخطأ. كرة القدم فأنت هنا لاعب كرة قدم. نعم الكرة إلى خطأ لمصلحة سبايا الذهب. سبايا الذهب والبحث عن خطأ في هذه الكرة. خطأ لمصلحة سبايا الذهب البحث عن الكرة التسديدة لكن اتخلصت. تعود الكرة في المنتصف لمصلحة السد. هذه التسديدة لكن إلى خارج أرضية الميدان مرت. أوهو حفاري وسلم على محمد سيد. هذا اللاعب الذي يعرف طريق السباق. الله خطف محمد سيد من أمام الصفار. أخذ محمد سيد وحطها في السباق. توي أتكلم عن خطورة هذا الهداف. توي أتحدث عن خطورة محمد سيد. هذا اللاعب اللي يعرف طريق السباق أينما حل وأينما ارتحل هو وصل. ولكن في خطأ من حارس أمام السفار استفاد من خلاله. محمد سيد يفكر الأمام الحرامي. الحرامي يتقدم. الحرامي يتقدم الهدف الأول لمحمد سيد اللي حتى الآن يعطي الأسبقية لمصلحة الحرامي. لكن الأمور هي بالتعادل حتى الآن. تلعب الكرة وصلت لكن الكرة خلصت إلى جانبية. تصل هذه تصل الموقع لكن لا خارج أسواق الموجات. الموجات من اللاعب مهدي الموسى اللي سدد تحير في الشيخ الماضية لكن الكرة غادرت أرضية الميدان إلى خارج أرضية إلى ضربة مرمى لمصلحة اللعبة الثانية. الكرة مصلحة التساويين الانطلاق المرور لكن فرج على فكرة مصطفى الساهر. وين هذه الكرة يا مصطفى؟ ضعيفة جدا المحاولة. تعود لمصلحة اليونايتد وصلت إلى اليونايتد لمصلحة الموسى. الموسى لاعبها إلى مرتبة مرور راح لعبها لكن الكرة تتخلص. تبع الانتفاعات السد. مباريات جميلة على الملعبين. مباريات ممتعة في نسختها العشرين وعشرين سنة من عطاءات هذه البطولة. أكيد البطولة الجميلة البطولة التي دائما وأبدا عولتنا على المنافسة وعولتنا على الأبطال المتجددة. في كل عام نشاهد أبطال جديدة عبر هذه البطولة وهذه البطولة التي تأتي بقيادة أكيد هناك الأستاذ عباس حياك وايضا هناك على اللجنه التحكيميه بقياده الاستاذ عقيل الحبيب ابو احمد. ايضا هناك على الجهه الاخرى ناصر ابو حسين لقياده الحكام في هذه المواجهه. مباراه الحوامي يقودها الاستاذ جعفر العزيز بينما هناك في الجهه الاخرى اليونايتد الاستاذ ابراهيم. مباراتين راح نشاهد اشواك ثانيه مثيره جدا. نشاهد اشواك ثانيه فيها الفرجه والاثاره من الجانبين لنستمتع في مشاهده كره القدم.
لعبت الكرة منصبة، لعب الكرة أمامية راحت لي على المختار، المختار أمامية تصل هذه، الكرة تتخلص تبعد أمامية، لكن الرأسية تصل لوين؟ الكرة لمصلحة فريق اليونايتد. بعد الأوراق يعني نرى هناك ثلاثة أوراق تقريبا، أفراها تلصق في الشوط الثاني، دخول المختار، دخول ياسين الياسين، وأيضا دخول محمد السيهاتي العاشق لنيمار اللي على الجهة اليسرى، اللعبة كرة لكتابي، كتابي اللي حافظ على كرته، الكرة إلى رمية جانبي، جانبية لمصلحة فريق اليونايتد، اليونايتد الجانبي، يونايتد اللي انتصر بثلاثية من أمام نجوم المستجيبة في مباراة جميلة، في مباراة استطاع أن يطلب العودة إلى التأخر إلى انتصار. الله على التمرير، عمار، الله 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 يا حسين يا سالم، الله على الكرة من عمار السلام، هذا مش انت اللي سجلته، هذا مو انت اللي سجلته يا حسين يا سالم، هذه تمريره عمار السلام، الله على كره خيريه، على كره جميله من عمار ابن السلام اللي وصل الكره الى حسين سالم، هذه تمريره يا عمار، هذا العرس اللي يقولون عنه انت وتمريرك يا حسين يا سالم، يعني بعد التمريرات بعد التمريرات ومثل هذه التمريرة يا عمار هي التمريرات اللي تمتع الناظرين، اللي تمتع المشاهد، اللي تعطي في الكون، اللي تقول للهداية تسجل، وحسين سالم يضحك في الشباك، هناك استدعاء لحكم اللقاء الشخص يتأخر بهدفين الآن، هذه المجموعة يا أستاذ يا حكيم، الغريب أربع نقاط، المستديرة ثاني نقاط، الشخص نقطة وحيدة، اليونايتد ست نقاط، يعني راح تكون الجولة الأخيرة هي حسابات للوصول إلى الأدوار المتقدمة يا موسى. موسى مسوي احترام يصور عدم تطلع الصورة على طول، يعني التحكم إن عدل هذا المسير لا تخليه يصور، هذا راح بفيكل، راح بفيكل بكراته لمؤازرة الخليج. لعبة الكرة في مصلحة هناك الرواعي، لعبة الكرة إلى الأمام إلى الرواعي الآخر، تصل عمار الثاني لكن بعيدة هنا خارج أرضية المرمى، تصل الكرة إلى خارج الرواعي، تصل الكرة للموسى، الموسى منتزع هابو وسط هابو الكرة لكن خلصت اتخلصت محاولة الحوامي اللي تتخلص، تعرف اللي حتى الآن يعني نتكلم عن تارك وعن الإمكانيات وعن اللاعب تارك الفول اللي حتى الآن ما بان في هذه المباراة، اللي على فكرة الأمامية كسر في منتصف استلام موجود، طبعاً الذهب تمريرات جميلة، بحث عن كرات، بينما هناك يا مهدي يا ساهر الامور حتى الان بتاخر الهدفين، هذا مستقر مناسب البديل الان، السر يبحث عن الحروف، المختار على تسديده لكن اتخلصت المختار، المخطط حان وصلت الى مستوى المناسب لعلي المختار، المناسك للمختار راحت الى السيهاتي، السيهاتي لعب كرة اماميه وصلت الى وين؟ مرور جميل، مرور يلعب كرة لكن لا تمر هذه الكره، القذافي خبره في الصوت، اكيد لما نتكلم عن محمد القذافي من يعرف معروف حقيقي؟ اغاث ليل نهار
ويدخل فزانه من هالاشمر ماله. لكن كانوا لضربة مرمى لمصلحة اليونايتد الامامية. كم صار له من الوقت؟ سبع دقائق. شوط ثاني. لمصلحة هناك السد في لعب الكرة، لكنها لناصر فلور. ناصر فلور صاحب الهدف الوحيد لصبايا. صبايا الذهاب، صبايا الذهاب. مثلا سريع. الله 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 الله. شوف على طريقة سيدي الكوشن. الله 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 الله. مثل مصلحة صبايا. صبايا صبايا ذهب وسط هناك الكرة الثمينة ومحاولة جعفر كافرة وخطأ. كافرة وخطأ واعتبار بنوك وخطأ لمصلحة السد. صبايا يبحث عن الكاس الثالث الآن ويبحث عن الوصول إلى شباك علي صبري في تسليمة الآن. تسليمة لكن اتخلصت من الرياحي. الرياحي هناك لكن مرة صبايا الذهب في الشوط الثاني. حتى الآن نتكلم عن أفضلية في النواحي الهجومية، لكن يا جواد يا جمعان، لكن يا جواد يا جمعان، كرة القدم لا تعترف بالأخطاء. كرة القدم هي تعرف مرهف الصبر، مرهف الصبر. اللعبة في كرة لكن على صبر. يا سلام حصل على هذه الكرة أمامية. استيلاء الخليل، خليل خبير لكن هذه الكرة إلى ماذا؟ جانبية. جانبية لمصلحة لها الله. ناصر صرار، ناصر صرار في المرة الثانية. لكن الحوالي الحوالي وكما عوض الحوالي انه الفريق الذي ينهض في عزه في عزه يحاول الان في تحسينه. هكذا هي الامور على الملعبين والسداني. الامور 2-0 لليونايتد في هذه النتيجه. ذكرت يعتلي صداره الترتيب اليونايتد بست نقاط. الحوالي او عفوا السد يبقى على نقطه واحده، بينما هناك الفريق باربع نقاط والمستديرة خالصة. يعني مباراة الغريب هو اليونايتد بتحديد الصدارة. لكن حتى لو خسر الغريب
ربما يذهب الى ثالث المجموعة. يعني عندنا حسابات راح نحطها في الدولة الأخيرة. عندنا حسابات في الدولة الأخيرة. لأن راح يبقى للصد مباراة مهمة أمام مثل المستشيرة لأن يكون حاضرا في هذه البطولة. بينما هنا اللقاء الثاني لكل الجانبين أو اللقاء الأول لكل الجانبين هي مباراة أولى. والصبايا الذهب حتى الآن يتقدم بهدفين مقابل هدف يارو. إلا من الحيادة إلا بس هذه الكرة هناك مقوطة على اللاعبين على أرضية الميدان. والسلام والسلام ليحسين سالم صاحب الهدف الثاني صاحب الهدف الثاني لمصلحة الوليد. حسين سالم اللي تعودنا عليه ثبات ايمن نراه الان يسجل هدفين في هذه البطولة حقيقة ويقدم اداء مميز. سجل هدف في المباراة السابقة وهدف في هذه المباراة وهو علامة فارقة لليونايتد في المباراة الاولى والثانية. يسجل الاهداف يسجل الكرة السابقة لليونايتد الان ضعف الركض او مهدي اليونايتد على ترتيب هذه الكرة. جعفر ربا ربما يبحث عن التسديد المباشر. يعتمد على القدم القوية اليمينية جعفر ربا او تكون كرة عرضية من مهدي اليونايتد. راح نشاهد هذه الكرة المسدد الحوامي الكرة الحوامي الان الحوامي مرور عبد الله ثاني لكن اتخلصت هذه وعود عودة كرة جانبية لمصلحة الحوامي. لكن عودة ايضا تتخلصت بعد الى ضربة مرمى لمصلحة السد اللعبة الصوت الامامية. هذه الكرة بنفس الطريقة تكلمت اما صبايا فهد اللعبة في المنتصف لمصلحة صبايا فهد من الخليل. لكن الكرة إلى جانبية للحوامي لعبة الكرة لكن هذه الكرة إلى قاصرة وخطأ على اللاعب محمد جعفر الوردي في كرة هناك في إشارة حكم اللقاء. أشواك ثاني ومباريات فيها من الإثار وفيها من الجمال وفيها من كرة القدم ما يحلو للمشاهد مشاهدة هذه المستديرة وهذه المجنونة. بطاقة صفراء على مرتضى في إضاعة الوقت في الكرة الماضية وهذه إشارة حكم اللقاء. عاشور الكرة إلى جانبية طارق للمرور. اللعبة طارق الله 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 ثالث الأهداف لمصلحة الصبايا. صبايا جاء.